السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في حلقة جديدة من برنامج أسرار الحياة، كل سنة وانتم طيبين. موضوع حلقتنا النهاردة موضوع خاص، هو عن المطبخ والطبيخ والأكل وحفلات العيد بمعنى أصح. خليني بس أصبح على زميلتي الرائعة أستاذة هند. صباح الخير يا هند. صباح الورد عليك وانت طيبة حبيبتي، كل سنة والسادة المشاهدين طيبين. معنا طبعا ضيفتنا الجميلة أم توتة، صاحبة أكبر قناة على اليوتيوب. صباح الخير يا أستاذة. صباح النور، ازي حضرتك؟ عاملة ايه؟ الحمد لله كل سنة هناء، كل سنة وحضرتك طيبة وانت طيبة بألف خير يا رب. عايزين طبعا حضرتك طبعا ايه تبدأينا، عاملة ايه النهاردة؟ عاملة والله طبق كده في السريع النهاردة. طبعا الناس كلها امبارح أكلوا فتة، فقلنا بقى نغير النهاردة نعمل طبق يبقى برضو باللحمة الضاني، يبقى جديد النهارده على الناس. برضه لحمه؟ اه طبعا، اه عيد لحمه، عيد لحمه، عيد لحمه، عيد لحمه، لازم ناكل فيه لحمه. بس بسم الله ما شاء الله على الاطباق، الاطباق يعني الجنه حاجه تفرح يعني. احنا كنا عايزين نعمل كل حاجه بس قدام المشاهدين، بس عشان الوقت قليل فجبنا الحاجات شويه مستويه، يعني 90% مستويين. فهنقول دلوقتي بس الكبسه بتاعتنا مكوناتها، رز بسمتي. عايزه تكاتك وحركات، تكاتك وحركات طبعا للساده المشاهدين. طبعا هو بس اهم حاجه في الكبسه البهارات بتاعتها، وبنستخدم فيها بقى حاجات كتير. يعني بنستخدم عشان نأسس للحم الضاني ده، في ناس بتقولك ريحة اللحمة بتبقى وحشة الضاني، فعشان أطلع منها الريحة دي عايزة بقى أحط لها قرفة، جنزبيل، أحط لها ليمون ناشف، نحط لها حبهان وورق لوري. فكل الحاجات دي أسسناها مع البصل المبشور ومع الفلفل الألوان وكل الحاجات دي، اديناها كده غلوة، وبعد كده نزلنا اللحمة فيها. خدت برضو من طعم كل الحاجات دي. بعد كده شلنا اللحمة، نشلناها وبالصوص والشوربة بتاعت الحاجات دي سوينا الرز البسمتي. طبعا كل شيف وليه سر. طبعا ايه سرك بقى؟ سر ايه سر بقى؟ الريحه اللي انا شمها دلوقتي ريحه جميله. سر التوابل الجميله بقى اللي عملت مع بعض كده، وطريقه التسويه كمان. في كمان اخر تركه برضو في الرز، احنا ما سبناهوش كده ابيض ساده، احنا حبينا نعمله زي ما بيبقى في المطاعم المشهوره بره. فجبنا اخر حاجه، جبنا شويه زعفران كده على بهارات الكبسه، واديناها رشه بحيث ان انت هتشوفي دلوقتي الرز واحنا بنغرفه واحده بيضه واحده حمراء، معقوله زي ما انت بتشتريه من بره بالظبط. طب ده حلو جدا. طب عملتيه ازاي بقى؟ السر دوت بقى المشاهد. ما هو ده بقى السبب ان احنا فتحنا القناه بتاعت مطبخ ام توتة. هنبتدي بقى نشوف حاجه حاجه مطبخ ام توتة، حاجه في شغل جميل جدا وعلى نسبه مشاهده، على نسبه تفاعل كثيره. بصي يا ايه، هتلاقي هنا الرز كذا لون في بعض. المنظر ده مش جاي لوحده، احنا حطينا في نص الحله زعفران واللي هو البهارات بتاعت الكبسه، والنص الثاني سقيناها بالصوص اللي طالع من اللحمه الضاني. تمام. فكده لما هنيجي نقلب ده كله مع بعضه هتلاقي ان كله ادى اللونين مع بعض، اللون مع بعضه ولون الوان طبيعيه. مع العيدان القرفه دي بتدي بقى طعم، يعني مش عايزه اقول لك، عيدان القرفه والقرفه المبشوره بتدي طعم حلو قوي للاكله كلها. بتبتدي تقلبي كده كله مع بعضه. تمام. مع اللومي، دول ثلاث وحدات لومي، يعني اللي هو الليمون الناشف بتاعنا. لو بس خليها على الكاميرا كده، بس خليها على الكاميرا عشان بس الساده المشاهدين يشوفوها. ادي اهو يا جماعه الرز بتاعنا، وادي هنا اللومي، حطينا ثلاث وحدات مع عيدان القرفه، بتدي طبعا ريحه حلوه جدا. وحطينا فيه برضو البصل المبشور، وحطنا بقى كل الوصفه دي هتلاقوها ان شاء الله على القناه بتاعتنا، هتبقى بالتفصيل كل حاجه. اسمها ايه عشان الساده المشاهدين يتابعوا حضرتك؟ احنا عايزين نتكلم على القناه بتاعتها، جميله جدا. ربنا يخليك. شويه على قناتك يعني. والله احنا حبينا في القناه ان احنا نحط كل الوصفات اللي الناس نسيتها من زمان، اكلات امهاتنا. طبعا التيك اواي دلوقتي خلى الناس تنسى الاكلات اللي ربنا عليها. البطاطس والبومفري والبنت ما بقتش بتدخل المطبخ، كل حاجه دريفري دريفري. فدلوقتي لا، احنا بنحاول نعرف البنات يعملوا ازاي اكل بقى الامهات بتاعت زمان، عشان ما ينفعش ان الحاجات دي تتنسي. التسبيكات بقى اللي هي بتاعت زمان، مش طبعا يلا. طبعا احنا عندنا كل الوصفات بتاعت الممبار والوصفات بتاعت الرقاق وكل وصفات الاكل بتاعت امهاتنا كلها. بس الصراحه القناه بتاعت حضرتك لما دخلت عليها لقيت تفاعل وعليها جدا كبيره جدا. ربنا يخليك يا رب. حضرتك مطلعه كمان شويه اكلات روعه، يعني انا لما شفت حضرتك استغربت ان حضرتك
زمانك صغيره في السن دوت تسلمي وعارفه كميه الاكلات والوصفات دي. لا والاكل بتاعها بجد حاجه روعه. ربنا يخليكي يا رب، انتوا الاحسن. والتعليقات التعليقات جميله جدا. تعليقات تسلم ايدك، بسم الله ما شاء الله. لا 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 حاجه جميله. طب شوفي بقى المنظر عامل ازاي. جميل. بيبقى الاثنين مع بعض بيدوا نفس الشكل اللي بنجيبه من بره بالظبط. لا جميل جميل جميل. تسلم ايديك. طب استاذه هني، عايز اسالك بقى سؤال خاص كده. اتفضلي. انت لما اتكلمتي عن اللحمه الضاني كنت بتقولي ان انا بحاول ان انا اضيع الريحه بتاعتها. اه طبعا. انا عن نفسي بقى في ناس اطفال ما بتحبش اللحمه الضاني وبتعرف تاكلها. اكيد. مع ان اللحمه الضاني يعني حلوه ومفيده جدا. مفيده جدا. انا اعمل ايه عشان اضيع الريحه دي؟ التتبيلات. يعني لازم حتى لو هتسلقي اللحمه الضاني تعملي لها بوكيه جرني كويس. يعني هتحطي الحبهان. نجيب دي بس كده عشان تمام. هتحطي الحبهان مع الجزر مع ورق اللوري مع الفلفل الاسود، كل الحاجات دي طبعا، وانت تكوني واثقه ان لحمتك خارجه من الفريزر على يعني فكت واتحطت في الحله. تمام. ما تسيبيهاش بقى تاخد ريحه تاني ولا اي حاجه. لا ده لازم التتبيله مع الشوربه بيغير طعم الحاجات دي. ممكن تقولي المكونات مره ثانيه؟ طبعا. او الطريقه مره ثانيه؟ طبعا. اول حاجه بنجيب البصل المبشور بنشوحه شويه مع كل الحاجات الجافه اللي احنا قلنا عليها. تمام. اللي هي الحبهان والقرفه وعيدان برضو القرنفل، كل الحاجات دي بتدي طعم وريحه حلوه. معقوله الحاجات دي ممكن كل الحاجات دي كل الحاجات دي احنا ما بنستخدمهاش؟ لا 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 لا, لا بتدي طعم. لازم لازم القرنفل ولازم القرفه والجنزبيل وكل الحاجات دي بتغير طعم الاكله تماما. وبتلاقي ان الاكله انت مش عارفه دي هي دي ضاني ولا لحمه عاديه من كتر ما هي دايبه وحلوه ومستويه وما فيهاش ريحه زفاره. ايوه. فانت هتشوفي دلوقتي حتى هتلاقي الصوص بتاعها لا حاجه ثانيه خالص. يعني حتى هتلاقي ان شاء الله في الفيديو اللي هيخش يشوف الفيديو هيلاقي الحاجه مستويه وجميله ان شاء الله. طيب بس معايا كده المشاهدين حاجه جميله. هنا بعد ما خلصنا ان هي ما بتتسلقش في الموضوع ده، احنا بعد ما بندخلها مع التتبيله بتاعتها والورق اللوري والحبهان وكل الحاجات دي بننشلها بس ندخلها في الفرن تاخد لون عبال ما الميه بتاعتها والشوربه بتاعتها بنكون سوينا فيها. يعني بتستوي منها فيها؟ طبعا طبعا. لكن هنا انت مش سلقاها ولا اي حاجه؟ لا مش ما دي ما تعتبرش مسلوقه بقى، دي كده مش مسلوقه منها فيها. اه طبعا. بتاخد الصراحه احنا في العيد اصلا يعني كل همنا بنبقى ازاي ننوع في المطبخ بتاعنا والنهارده هنعمل لحمه مشويه بكره هنعمل مش لحمه محمره اكيد مش هيبقى كل الايام فتة. ايام العيد كلها لحمه فعايزين ننوع. اه طبعا طبعا. شفتي يعني لو هتشوفي الصوص ده يا ايه او ويا هند هتلاقي الصوص ده كله يعني مليان بقى بكل الحاجات اللي بقول لك عليها. الطبق الشهي مع الفلفل الاخضر والحامي بيدي ريحه وطعم للاكله مش عايزه اقول لك. وطبعا ده مش هيترمي، الحاجات اللي نازله دي اللي بتدي بقى الصوص والطعم الجميل كله للاكله بتاعتنا. وطبعا بقى في ناس طبعا بتحب طالما بقى في كبسه ناخد بقى شويه زبيب كده. ده بيدي بقى ايه شكل حلو وطعم احلى. طبعا ده بقى الناس اللي بتحب الاكله ايه سويت اند ساور مسكر كده مع ايه مع حادق. طبعا مش هنقول بقى لوز، هنقول ايه سوداني كده يدي شكل وطعم جميل للاكل بتاعتنا. بيدي طعم برضو والله. اه طبعا بيدي طعم. عايزه بقى تزودي انت بقى وتحطي فلفل الوان شغال اي حاجه انت عايزه تزوقي بيها. هي بتزودي الطبق بتاعك جميل. مفضل شكل هو شكل الطبق اصلا يفتح النفس. انت بس ايه بتدي التاتشات بتاعتك انت زي ما انت عايزه. انت زي ما انت عايزه مكسرات بقى مع كل الحاجات دي. خلصني دي طبعا. دي خلاص. مر الدنيا ماشيه ازاي. كده انت بتزوقي كل الطبق زي ما انت عايزه. تمام بس كده. خلصنا كده خلصنا. هي طريقه سهله ومبسطه وجميله جدا. هي الطريقه لو مشيتي عليها بالخطوات هتبقى سهله وهتطلع لك تيست حلو وشكل حلو، بس تصبري عليها. مفيش اكل مفيش اكل بيتعمل بلهوجه او نفس. في حاجه بتقول سر السعاده هو الاكل. وكمان تعملي حاجه بحب. انت بتبقي عايزه على فكره الحاجات دي كلها بتطلع في الاكل طبعًا. انا جربتها والله يا ايه لما اخش المطبخ وعايزه اخلص بسرعه طبعا الاكل يبوظ، لكن لما بقى ايه استهدى واعمل مش عارفه ايه سبحان الله. سبحان الله. ايوه اللهوجه مش هتطلع لك ولا اكل ولا حاجه. اي اكيد طبعا. هتجيبي بقى مشاكل بقى جوزك والولاد. بصي للكاميرا وتكلمي ساده المشاهدين وتوريهم اطباقك الجميله دي. فهو حاجه بسيطه يا جماعه تنفع في اكلات العيد.
لا بس ما شاء الله حاجه جميله جدا. لا جميله جميله جميله. بس عايزين برضو نتكلم عن القناه اكتر. ازاي اتواصل؟ ازاي بداتيها؟ ازاي الناس اللي دخلت كتير؟ وهل هي مجرد اكلات فقط ولا حلويات اكلات وحلويات؟ وكمان عندنا في القناه بتاعتنا برضو بعض الوصفات للتخسيس. تمام. يعني برضو لقينا ان الناس شويه عايزه تخس فعملنا شويه مشروبات سهله وكلها من الاعشاب. كلها من الاعشاب طبعا. ناس كتير جربتها وقالت لي لا الحمد لله نزلوا عليها. بتزود الحرق يعني. كل حاجات عباره عن اعشاب زي بابونج شعير، حاجات دي كلها وطريقه سهله بعملها قدام المشاهدين كلهم. تمام. من اول خطوه لاخر خطوه عشان يبقوا مع بعض معايا. مين اللي شجعك تعملي كده او تعملي قناه؟ والله اللي شجعني اخواتي واولادي، هم دول اللي شجعوني. بس اكيد عشان هم عارفين حضرتك قد ايه بتحبي ان انت تنوعي في الاكل او نفسك كويس وخلاص. والله الحمد لله. يعني احنا عيله اصلا، يعني والدتي الله يرحمها عودتنا نعمل اكل حلو. فانا واخواتي طلعنا بنعمل اكل حلو. حرام الموهبه دي تبقى في البيت بس. لا والبنات بقى، بناتي قالوا لي لا يا ماما بصي خلاص زي ما انت بتعملي لنا اكل حلو صوريه. فهي جت من هنا، صوري الاكل واحده واحده لغايه ما اتشجعت بقى. سبحان الله يعني. انا يا رب يخليكي. احنا لقينا ناس كثيره داخله والكومنتات والدنيا كلها بتشكر. اكيد. اقول مين ام توته؟ مين ام توته؟ ربنا يعني بسم الله ما شاء الله على اكل حضرتك. المشاهده عاليه جدا. ربنا يخليك. بشكر جدا في الاكل اللي بتعمله، يعني بيمشوا على وصفات بيعملوها بتطلع جميله جدا. انا ده اللي بيبسطني، الناس لما بتقول لي احنا عملنا الاكله دي وطلعت حلوه، او يشوفوا الطريقه ويقولوا انت رجعتينا الايام زمان. انت بتعمليها بطريقه مبسطه، يعني انا شفتك بتعمليها بطريقه مبسطه جدا. ربنا يخليك. الاكل زي ده غير مبسطه وسهله، يعني اي حد يعملها، مش بتكلكعي كمان بقى. يعني في ناس لما يجوا يعملوا حاجه توابل كذا مش عارفه ايه، لا الحاجه كلها سهله وبسيطه وفي كل البيت. طبعا عشان ما حدش يتعقد من دخول المطبخ. ما بنات صغيره كده زيكم لازم يعرفوا يخشوا المطبخ طبعا. لا انا بتفرج بقى على القنوات الاكل وبلاقي 200 جرام مش عارفه ايه جرام. صحيح هو لازم جرام لا والله يعني ساعات في اكلات زي الكحك والكلام ده بيبقى بالجرامات، لكن ساعات انت بتعمليها باحساسك انت والمعلقه بتبقى تمام. ماشي. انا بس برضو عاوزاكي تتكلمي عن الاكلات اكتر. تمام. الحلويات احنا كده اتكلمنا عن الاكلات. الحلويات بقى في العيد، حلويات ايه الافضل؟ احنا طبعا في العيد ده احنا دلوقتي بناكل لحمه والاكلات دسمه، فيستحسن ان احنا نعتمد اكتر على العصاير. مش عايزين ان احنا نعتمد على كيكات بقى وجاتوهات والكلام ده دلوقتي. لكن دلوقتي هيبقى عصاير كلها تنفع في الصيف، عصاير كلها من الليمون والحاجات اللي تهضم بقى. موضوع اللحمه الدسمه دي. ايوه فممكن يبقى ليمون بالنعناع، ممكن يبقى جريب فروت، ممكن يبقى حاجات كتير قوي نقدر نشربها. ازاي بتقدري تردي على الصفحه بتاعتك؟ يعني انا بلاقي نسبه ناس جديده. فازاي يعني توصلي ما بين ترد على كل سؤال واحد فيهم؟ صراحه ما بقدرش حد يكتب لي سؤال الا ما ارد عليه. حتى لو انا مشغوله، حتى لو انا مش فاضيه، لازم ان انا لو هاجي اخر النهار لازم ارد عليهم كلهم. بحس ان دول كلهم اخواتي وحبايبي فعلا، زي ما انا بكتب لهم كده على الصفحه فعلا اخواتي وحبايبي. ما اقدرش سؤال الا ما ارد عليه. سبحان الله. جميل. استاذه هاني، حصلت لك كده ومره حد دخل لك على الخاص وقال لك الحقيني انا الاكل بتاعي باظ، او الحقيني انا عايزه النهارده الوصفه ديت؟ حصل عندي عزومه مثلا. حصلت. حصلت وكمان بتجيلي ساعات يعني ناس مش من بلدنا، مش من مصر، ناس بيجي لي من ليبيا ومن الجزائر يطلبوا مني اكلات من عندهم، فده بيسعدني اكتر. من عندهم؟ سبحان الله. بتبقى بتسالني عايز اعمل مثلا وصفه مثلا حاجات كده زي بتاعتنا البسبوسه والكلام ده، بس عندهم اسميهم حاجه تانية. عملت مره فرخه كده محشيه، واحدة من الجزائر برضو قالت لي أنا عايزة الطريقة دي، أنا كنت عندي عزومة ونفسي أعملها ما كنتش عارفة، بس اسمها عندنا مورقة. قلت لها والله بصي كفاية إن احنا كلنا بنجتمع على الأكلة الحلوة والطعم الحلو، ودول كلهم بيسعدوني طبعا. والله أكيد طبعا. يعني يكفى إن من بره بيكلموها وبيكلموها على أكلاتهم. وعندي عندي أصحاب بقى كتير قوي من اسكندرية، دول حبايب قلبي يعني، اسكندراني اجدع قوي قوي، بيتصلوا بيا وعلى الصفحه كل يوم معايا. سواء الصفحه او القناه. وعندي والله ناس ما شاء الله يعني من تونس ومن ليبيا، ناس كتير قوي حبايبي. صعب التواصل معاكي ولا لا 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 سهل
سهل، سواء رسائل الصفحه او على قناه اليوتيوب يبعتوا لي اسم الصفحه، اسم الصفحه مطبخ متوته واسم القناه مطبخ متوته برضه. تمام، اكيد بقى عندك رقم طبعا وحالين الشاشه عشان تواصل مع طبعا المقادير مره ثانيه. وانت بتبصي للساده المشاهدين قولي. جبنا كيلو رز بسمتي عليه حطينا دلوقتي يعتبر 2 كيلو ضاني او 2 كيلو ريش، تنفع تتعمل ريش، ينفع يتعمل موز، اي حاجه انتوا تقدروا ان انتوا تعملوها هتبقى تمام، اي حاجه من اللحمه الضاني او اللحمه العاديه. مع البهارات هنحتاج جنزبيل وقرفه، وهنحتاج قرفه، قلنا قرفه وجنزبيل وقلنا شطه، وطبعا بهارات بقى الكبسه كلها. لا ما هو ده بقى اللي عاجبني، هو ده اللي عاجبني. لا مش بالجرام، معلقه 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 من كل حاجه. الناس بتتلخبط، وحتى الحبهان انا حطيت الحبهان فصوص، في ناس ما بتحبش الحبهان، ده ممكن سهل قوي انه يتشال. تمام، ثلاث وحدات اللي هو الليمون الناشف، مش بحط كتير، وتقدري بعد ما سلقتي تشيليه. القرفه، العيدان القرفه دي لا لازم، بتدي بقى دي الريحه الخليجي الحلوه. انا ما بحبش القرفه جدا، بس من الريحه دلوقتي لا 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 حلو. انا صراحه وحطيت معلقه كمون مع معلقه فلفل اسود مع معلقتين ملح، وظبطنا كل الحاجات دي، شوحناها مع اللحمه الاول. تمام، دي اهم حاجه تتشوح مع اللحمه. بعدين بتجيبي ميه من البويلر سخنه قوي، اكنك بتسلقي اللحمه بقى، تتسلق وتخلص. بعد كده ممكن تحطي بقى الرز كمان على نفس الحله مع اللحمه. ممكن انت عايزه تنشليها تاخديها وش في الفرن، انت وراحتك عادي، انت وراحتك يعني، ممكن في حله واحده تخلصي كل الموضوع ده. تمام، هي الكبسه كده بتبقى لحمه مع الرز كلها متلخبطين في بعض. مفيده يعني، وجبه غذائيه، وبتغيري كمان. ما يبقاش كل يوم اعمل فته ورقاق، كل يوم فته ورقاق في العيد. لا، يوم كده اعمل اكله زي كده بسيطه، اخلي الاولاد يفرحوا. هروح اعملها خلاص. تمام، اروح اعملها خلاص. تمام، وكل الخطوات والتريكات هتلاقيها على الفيديو ان شاء الله. طبعا ما حطيش جرام بقى. لا 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 لا، ولا جرامات ولا حاجه. انا ساعات بيبقى في ناس عندهم التوابل، بس لما بتطلع الشيف او الاستاذ بيفضل يقول لك ايه، حطي مش عارفه كام جرام. ببقى انا ساعتها نفسي اجرب الاكل ديت. طب كام جرام يعني، كام معلقه يعني؟ ما هو الجرامات دي هي كل شيف وليه طريقته. في شيفات فعلا لازم بالجرامات، وفي شيفات تبقى بتتكلم بالمعالق عاديه، وفي شيفات تقول لك لا هي الاكله باحساسك انت. انت ممكن انا اقول لك حطي معلقه ورق لوري. تمام، انت عايزه تحطي واحده بس. معنا طب اتصال من الاستاذ النرمين. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كل سنه وحضراتكم طيبين. وانت طيبه. وكل سنه وكل الامارات اللي عارفانا كلهم طيبين. حبيبتي بالاخص الشيخ هناء منورانا. ربنا يخليك يا رب، منوراني يا مين. عليكم كلكم. ربنا يخليك يا حبيبتي. ايه رايك حضرتك في اكل استاذ هناء؟ لا فوق الممتاز صراحه. حبيبتي ربنا يخليك. رقم واحد فيها طبعا يعني، لان هي اخت كبيره وهي معلمانا برضك مع ماما، وهي واخت الثانيه. فصراحه اكلهم ممتاز، وهي اكلها ما شاء الله دلوقتي فوق الممتاز. تسلمي لي يا حبيبتي. لا لا تسلمي لي كبيره. لا واحنا الصراحه يعني مش عارفين والله نتشكر لها ازاي على الاطباق الجميله ديت والمنظر الرائع اللي هي حضرتك جايباه. لا الطعم كمان جميل جدا يعني، الطعم ده هنجربه. ايوه حبيبه قلبي، ربنا يخليك يا رب، ربنا يخليك. وهي استاذه، هي كمان استاذه. هي طالعه على طول. هي اللي بتكلمكم دي استاذه حلويات. خدي يلا بقى اي حلويات. ناخدها معانا فقره ان شاء الله. طبعا طبعا طبعا. انا بتعلم منها والله، ربنا يخليك. يا رب يخليك، يا رب يخليك. متشكرين جدا يا استاذ. ربنا يخليك. ايه الجمال ده يا استاذ. تسلمي. تسلمي لي. بجد هند بفرح جدا بلاقيت علاقات زي دي. حبيبتي ربنا يخليك. يعني بتكلميها ترد في ثانيه. أيوة. مفيش اللي هو ايه ماشي هروح برد على رسالتك. لا 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 لا. فانا نفسي اعرف ازاي مظبطها او مرتبه امورك كده يعني. والله ومع العلم ان انا كمان عندي بيتي واولادي وعندي الشغل. ما الفكره دي برضو البيت والاولاد وفي نفس الوقت مهتمه بالصرف. لا لا لا، عشان دول انا مش بعتبرهم ناس دخلت علقت وخلاص، بالعكس اللي بيحط تعليق ده بيبسطني، فزي ما هو يعني اسعدني لازم ان انا ارد عليه واقدره. فمش هينفع ان انا ما اردش. بتعلمي بقى مراتك؟
اكيد طبعا طبعا بيقفوا بصي هما الاثنين واحده حلوه بتحب تتفرج معايا تتفرج بس وواحده لا بتحب تشتغل معايا تشتغل بسرها تدخل وهتعمل لا هما بيحبوا ياخدوا على الجاهز ياكلوا بس على الجاهز يا بختي بيهم ماما طبعا يعني ربنا يخليك ما شاء الله تشرفنا بوجودك وبوقتك الجميله انا اللي تشرفت مره ثانيه بقى المدير في السريع كده والساده المشاهدين خلاص برضو ايه نعرفها قلنا كيلو رز بسمتي عندنا ثلاث حبات لومي ثلاث اعواد قرفه عندي واحده حبايه فلفل احمر وواحده فلفل الوان اصفر وعندي طبعا المكسرات اللي احنا قلنا عليها وعندي 3 كيلو لحمه ضاني او اي نوع انت بتحبيه ممكن نستعمل الريش ممكن نستعمل موزه اي نوع انت بتحبيه هينفع طالما انت قطعتيه ودخلتيه في الكبسه السعودي ودي اكله جميله جدا انصحكم كلكم تعملوها وبعض التوابل اللي عايز يعرف الحاجه بالتفصيل هيخش على الفيديو ان شاء الله يلاقيها بالتفصيل الممل أكيد. بس ان شاء الله مش هيبقى ممل ولا حاجه لا ان شاء الله طبعا اتشرفنا بيكي ربنا يخليك نفسي يكون في وقت اكتر من كده انا اللي اتشرفت بيكم احلى ايه واحلى هند يا رب متشكرين جدا يا استاذه هناء ربنا يخليكي اتشرفنا بحضرتك ونتمنى ان شاء الله في حلقات ثانيه تسلمي فقراتنا لسه ما انتهتش مع اسرار الحياه استنونا مع الميك اب ارتست استاذه نجوى بالداوي والنهارده هنشوف علاج تساقط الشعر شكرا تابعونا بعد الفاصل